لمحمد بن التويم بن علي بن منيف الهاجري من يقدم لنا ناصية مع مقدمة الشوط. انتقل مباشرة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. من تتسلل بهذا المسار والانطلاق أرى سمحة بدر بن سيف بن سالم الشبيبي. أهالي السلطنة قادمين بكل قوة ويقدم لنا الشبيبي سمحة مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام وصلت في هذه اللحظات أرى اللي هي الوصول من الشاهنية مانع بن خليفة الرشيد السويدي. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع وأرى سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني من يقدم لنا هذا الاسم. القدوم والوصول في هذه اللحظات من الذيبة. مكتوم بن الشيب السموسي من يقدم لنا الاسم للذيبة تأتي مع المركز السادس في هذه اللحظات. تغير من مركز إلى مركز غيرت مباشرة مع البداية. المركز السادس في هذه اللحظات أرى الوصول مشاهدي الكرام من ناصية محمد بن علي بن منيف الهاجري ومن الجانب الآخر من تصل في هذه اللحظات الظبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. هكذا الندى مشاهدين الكرام. نعود مع البداية ومع مقدمة الشوط مع المركز الأول. يا سلام يا أبو حياب. نذهب إلى الصدارة مباشرة إلى التجمع من الأبكار المحليات الأصائل هنا في مقدمة الشوط. من تأتي تحذير مع البداية مع المركز الأول. يا سلام هنا تتقدم بهذه اللحظات تحذير ظاهر بن هادي بن مسعود الأحبابي مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تليها مباشرة الذيبة. تعود الملكية لمكتوب بالشيبة السبوسي من يقدم لنا الذيبة وتأتي مع المركز الثاني. المركز الثالث الواصلة سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني. رابع المراكز مشاهدين الكرام هنا الشاهنية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. القدوم مع المركز الخامس في هذه اللحظات الظبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. يا سلام القادمة والواصلة سمحة بدر بن سيف بن سالم الشبيبي. والقدوم في هذه اللحظات من تتقدم هنا قيادة حمد بن وقاش بن محمد العامري. السيارة بالانتظار مشاهدين الكرام للفائزين للفائز بالمركز الأول في هذا المحفل وفي هذا المهرجان مع هذه الأجواء الغائمة الممطرة بالخير. نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. من سيطرت مع البداية ومع مقدمة الشوط ما زالت في المقدمة والبداية. هناك المنافسة على الصدارة. تحذير ما زالت لظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي من يقدم لنا تحذير مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني من تأتي مع المركز الثاني مشاهدين الكرام في ثاني المراكز. يا سلام هنا التقدم الممتاز في هذه اللحظات. من تأتي الذيبة لمكتوم بالشيب السبوسي من يقدم لنا الذيبة. المركز الثالث الظبي سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي من يقدم لنا الظبي. المركز الرابع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات انتخر ونشوف اللي في المركز الرابع مع هذا الوصول والتقدم الممتاز. مشاهدينا الكرام الأسامي بدأت تظهر، الأسامي بدأت تتدخل في هذا المسار والانطلاق. هنا من يتقدم مشاهدينا الكرام بهذا المسار بهذا الانطلاق وصلت سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني. ومن الجانب الآخر الشاهنية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام ولكن من اللي وصلت الوثبة؟ الوثبة وصل بالرملي وترقص على ميدان الوثبة. تغير من مركز إلى مركز علي بن رملي بن محمد بن مطر العامري. أهالي المصانع الجنوب قادمين بكل قوة. نعود مع البداية 1500 متر الكيلو ونصف الكيلو عن السيارة وعن ناموس هذا الشوط. نعود مع البداية هناك الصدارة هناك تحذير بالفعل
مع مقدمة الشوط. تحذير لظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي مع البداية مع مقدمة الشوط. ما زالت مسيطرة بكل قوة بكل جدارة، تأتي بهذا المسار، تأتي بهذا الانطلاق. المركز الثاني مشاهدين الكرام مع المركز الثاني، هناك اللي الذيبة مكتوم بالشيف السبوسي، هنا مع المركز الثاني بان الكيلومتر الأخير يا إخوان. وقدمنا يا أبو حياب مع الرقص الوثبة قادمة علي برملي بن محمد العامري يا سلام. ولكن نعود مع المقدمة، تحذير البداية، تحذير تحذير على الصدارة في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، من يقدم لنا تحذير أن لم يكن رأي آخر مع الذيبة لمكتوم بن الشيب السبوسي قادم بكل قوة بهذا الشعار وبيقدم لنا الذيبة مع المركز الثاني. وعينها للناموس وعينها للسيارة، صدرت الأوامر الأخيرة وتحذير، والذيبة ذيبة السبوسي وثبت بالرمل قادمة بكل قوة. ولكن الذيبة الذيبة سيطرت، الذيبة انطلقت للناموس للسيارة للفوز إن لم يكن للوثبة، وهي ترقص على ميدان الوثبة. أهالي المصانع الجنوب قادمين بكل قوة، بالرمل واصل يقدم لنا الوثبة علي بالرمل بن محمد بن مطر العامري يا سلام. صاحبة السيارة في ختام المرموم يا سلام، تضيف عوائدها، تضيف إنجازها، راعت العوائد ما تخلي عوائدها يا بالرملي. مشكور يا علي بالرملي بن محمد بن مطر العامري على هذا الفوز، ومشكور يا سهيل من يقدم لنا هذا الشعار. سهيل بالرملي أسعد الله صباحك إن لم يكن للذيبة ولكن الوذب المصانع الجنوبية هالي لقن. سلام واسعد الله صباحكم، سق الله داركم على هذا الفوز والناموس مع المركز الأول المركز الثاني. مشاهدين الكرام الذيبة لمكتوب بن الشيب السبوسي، المركز الثالث المركز الثالث تحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، المركز الرابع كان من النصر، المركز الرابع روعة محمد بن مسلب بن سالم بن هية، المركز الخامس غزيلة مكتوم بن دحام بن زايد المزروعي. نذهب مباشرة مع التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، ولا نعود مع التوقيت الزمني. الوثبة علي بن رملي بن محمد العامري، تهانينا والناموس والتهاني لسهيل بن رملي على هذا الفوز والانتصار، بين شرف ناموس السيارة والفوز والانتصار. قطعت المسافة في زمن وقدر 9 دقائق 19 ثانية، 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك علي بن رملي بن محمد العامري والتهاني لسهيل بن رملي وأهالي المصانع الجنوب كافة. المركز الثاني من وصلت الذيبة، قدمت عرض وشكر علي مكتوب بن الشيب السبوسي. قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 9 دقائق 19 ثانية، 6 من الأجزاء بنفس التوقيت مع المركز الأول والثاني. أما المركز الثالث كان التحذير ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، قادة الشوط من البداية. واشكرك يا ظافر. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، ننتظر التوقيت الزمني أثناء وصول تحذير مع المركز الثالث. تسع دقائق 26 ثانية جزء واحد من الثاني، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.